صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود يتحدث إليكم ومن ثم يكرم الطلاب المتفوقين والخريجين لهذا العام. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل، صاحب السمو والأخوة الكرام والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاً أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، ويشرفني الحضور هذا الحفل نيابة عن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان الذي كلفني بالحضور اليوم لأكون بينكم نيابة عن سمو الكريم حفظه الله، وكأب من الآباء الذين يحضرون بكل اعتزاز هذا الحفل الكبير. وسعدت كثيرا اليوم بأني رأيت هؤلاء الرجال صغر سنهم أم كبر وهم يقومون بهذا العمل المتميز ويعكسون قيم كبيرة قام عليها هذا الوطن، ويتطلعون إن شاء الله وخاصة الخريجين منهم إلى أن يكونوا مساهمين في هذا المستقبل الكبير الذي ينتظر هذا الوطن. والاستثمار في المواطن اليوم هو أساس قامت عليه هذه الدولة المباركة. هذه الدولة منذ تأسيسها قبل ما يقرب 400 عام لم تقم إلا على خدمة المواطن وعلى الاعتزاز بالمواطن وعلى تعليم المواطن، بعد أن قامت بلا شك على منظومة القيم التي أعلاها القيم الإسلامية. وهذه الوحدة المباركة التي حققت لبلادنا لم تكن تتحقق بسهولة، ومن يريد التشكيك أو الإنقاص من هذا العمل الجبار ما عليه إلا أن يقرأ التاريخ. ومن يريد التشكيك والإنقاص من هذه الوحدة العظيمة التي اليوم أصبح يشار إليها في البنان وأصبحت محط إعجاب وأنظار العالم، لأنها تقوم على قيم واضحة ومحددة وتقوم على شيم معلنة ولا تقوم على الغش والمؤامرة ولا تقوم إلا على التميز والتفوق. والله سبحانه وتعالى قد حمل كل منا مواطنين هذه البلاد مسؤولية كبيرة، أولها أنها بلد الحرمين الشريفين وخدمة المسلمين وقبلتهم، وهذه أيما مسؤولية. وقد حملتها هذه البلاد باعتزاز كبير وأدت هذه الرسالة ولله الحمد، وهذا هو مصدر توفيق هذه البلاد وأهلها، وهذا هو مصدر أيضا استمرار هذه البلاد ولله الحمد في التميز وفي العلوم إن شاء الله. وهؤلاء الذين قاموا بهذه الوحدة المباركة رجالاً ونساءً، إنما قاموا بهذا العمل في أصعب الظروف وتحت الضغوط المحيطة وبأقل الموارد المالية، بل في أوقات الفقر والعوز. وفي أوقات الفقر والعوز لم يتنازلوا عن أي مبدأ من مبادئهم العظيمة، ولم يساوموا على دينهم، ولم يساوموا على جيرتهم وعلى علاقاتهم بالأوفياء. واليوم وهذه البلد لله الحمد تمر بمرحلة جديدة لا تقل أهمية عن مراحل التأسيس، فهو والله يعلم تأسيس جديد. اليوم الحفاظ على هذه المكاسب العظيمة هو أيضا تحدي كبير، وهذا التحدي
بلا شك هو بيد هؤلاء الأبناء والبنات الذين تزخر بهم مدارس وجامعات المملكة. والتحدي اليوم هو تحدي من نوع آخر، ليس تحدي الفرس والسيف فقط واستبدل اليوم بالطائرة والسلاح، ولكن هو تحدي الفكر والقيم وتحدي التحولات الإنسانية وتحدي الاقتصادي والتحدي السياسي والمصالح وتقاطعات الدول وعلاقاتها. وهذا الرجل العظيم سيدي خالد محمد الشريفين يحفظه الله وعضده القوي الأمين سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد عاد الله سالما من غانما إن شاء الله، وهذه الدولة المباركة والدولة هم أنتم دولتكم، لا تقوم اليوم بدور صغير فهي تقوم اليوم بدور كبير. بعد أيام يصل أحد قادة مستقبل هذا العالم الرئيس أوباما ويقصد المملكة العربية السعودية كأول دولة يزورها في هذا المحيط، وكل أسبوع يأتي لهذه البلاد المباركة قادة العالم ينشدون الرأي والمشورة والعون والتوجيه والحكمة. واليوم هذا القائد الكبير وأعوانه الموفقين إن شاء الله يقومون بعملية إعادة بناء كبيرة جدا، وهذه الدولة دولتكم العظيمة كانت دائما ولا تزال وسوف تستمر في حالة إصلاحات مستمرة وحالة تطوير متواصل، والمستقبل اليوم هو مستقبل مختلف من نوع جديد، فهو مستقبل التقنية، مستقبل العلم، مستقبل القيم، ومستقبل التحولات السريعة. والجيل اليوم لابد أن يظن يكون مسلح بهذه القيم التي تسلح بها أجدادكم وآبائكم، فلا نستهين اليوم بمجرد وجود اللابتوب ومجرد وجود البلاك بيري، وأنا ما أستخدم البلاك بيري أساساً، أننا نملك وسائل الاتصال ونستطيع أن نتحكم في حياتنا ونتواصل. اليوم ما يميزنا، ولا نقول خصوصيتنا ولكن تميزنا في المملكة العربية السعودية، أننا بلد الإسلام وبلد الحضارات، وبلدكم ليس طارع على التاريخ ولا الحضارة وليس طارع على القيادة الاقتصادية. فالجزيرة العربية طوال تاريخها منذ آلاف السنين وهي في وقت من الأوقات كانت تقود اقتصاد العالم، والجزيرة العربية بلدكم أيضا طوال تاريخها كانت فيها تقاطعات الحضارات جميعها، والإسلام العظيم اليوم يتربع في قمة هذه الحضارات التي أتى في عقر دارها واستوعب منها ما هو الصالح وساد فيها وانتشر منها. فلذلك اليوم أول ما يجب أن يتسلع به المواطن الشاب والشابة منكم قبل أن يتسلع بالكتب والمعرفة والعلوم، وهذه بلا شك هي جزء كبير من المعادلة، إلا أن يجب أن يتسلح بمعرفة أكيدة أن بلاده بلاد عز وعز شرف، وأن بلاده بلاد وفية، وأن من يأتيكم مشككا في هذه البلاد يجب أن يترك وهو جالس وتقف أنت على قدميك وأنت معتز ببلادك، وأن بلادكم بلاد وفاء، وبلادكم ليس طالعة على التاريخ، هي بلاد التاريخ، بلاد الحضارة، بلاد المستقبل. تحدي أمامكم اليوم الذي يقوده أبو الجميع سيدي خالد محمد الشريفين حفظه الله وعونه ولي العهد الأمين، وهذه الدولة اليوم تأخذ دورها في مجال جديد، فهي اليوم لا تصنع فقط وحدتها ولكنها أيضا تساهم في صنع مستقبل البشرية. ووجود المملكة العربية السعودية اليوم في المحافل الدولية وما أطلقه سيدي خالد محمد الشريفين من مبادرات عظيمة في الحوار العالمي وحوار الأديان، وما أطلقه يحفظه الله وهذه الدولة من تحديات كبيرة كلها منصبة نحو نخل هذا المجتمع وتحريكه ليكون له دور في المستقبل واضح وأكيد. ودور المملكة العربية السعودية اليوم كدولة مشاركة في الجي 20، ودولة اليوم لها المقعد
رئيس في كل تطورات ومخططات ما يقبل عليه هذا العالم اليوم. يبقى لا شك دولة تحتاج المواطن الصالح المتعلم الواثق والمخلص الوفي لبلده. فالمواطن اليوم يجب أن يكون وفيا لبلده الذي وفر له الأمان والاطمئنان، وفر له العيش الكريم، وفر له الاعتزاز عندما يأتي في أي مكان في العالم فهو يقول أنا سعودي، ويدخل وهو معتز ولله الحمد بولده بلده وما يرمز إليه هذا البلد. وأقل ما يكون من الوفاء أن يرد المواطن جزء من هذا الجميل لهذا الوطن، وجزء من الجميل أيضا لأسرته. أنا اليوم كأب، وقد نظرت ابني قبل سنتين تقريبا ويتخرج من الثانوية، ثم أنظر اليوم ابني الثاني فيصل وهو يبدأ حياته الدراسية. أود أن أؤكد على شيء أيضا، لا يجب أن نستهين بدور الأم ودور المرأة في بلادنا. فهذه الوحدة المباركة وهذه الحياة اللي نعيشها اليوم وهذا المستقبل الذي نستشرفه، المرأة الأم والأخت والزوجة هي كانت ولا تزال وسوف تكون مساهم كبير في بناء المستقبل. واليوم الطلبة الموجودين اليوم أؤكد لهم أن إذا هم فيهم في تفوق أو أنهم المتفوقين إن شاء الله وكلكم متفوقين، لا يجب أن تنسى دور والدتك في هذا التفوق. فأنا أعرف من تجربتي الشخصية أن دور الأم لا يمكن أن يوازيه دور آخر أبدا، فهالتي تزرع القيم والتي تزرع الجد والتي تزرع حب العمل وهالتي ساهمت في ليس في بناء هذه الدولة المباركة الحمد لله، ولكن ساهمت كأول من تلقى الإسلام وكأول من قبل هذا الدين العظيم وانطلق فيه. فلذلك أنا أشكركم اليوم على هذه الفرصة الكبيرة، وأشكر أخي دكتور البعادي ذاكرا بالخير، أخيه الله رحمه الله الشيخ عبد الرحمن البعادي الذي كان يشفع لنا في مدارس معهد العاصمة النموذجي عند الشيخ عثمان الصالح رحمه الله عندما كان